تسجيل أعلى نسب حالات الإفلاس خلال العشر سنوات، زيادة في قيمة الصادرات وتراجع في الواردات، ارتفاع نسبة توفير الطاقة العام الماضي، وفيينا تسجل أعلى قيمة استهلاك للطاقة في يوم واحد، تبرئة متهم من حكم بالسجن لأحد عشر عاماً بعد تقديم أدلة، تغريم قنصل فخري سابق متهم بتزوير وثائق تايلاندية. مرحبا بكم على النمسا ميديا لهذا اليوم. شهدت النمسا ارتفاعا كبيرا في معدلات الإفلاس خلال العام الماضي بحسب جمعية الدائنين، حيث زاد الالتزام ليبلغ 3.5 مليار يورو مقابل 2.3 مليار يورو عن العام السابق. تعد الأرقام دون احتساب حالات الإفلاس داخل مجموعة سيجنا التي تجاوزت 10.5 مليار يورو لسبع حالات داخل المجموعة، وارتفعت الوظائف المعرضة للخطر بأكثر من 50% لتصل لأكثر من 18,000 وظيفة، كما ارتفعت طلبات الإفلاس بنسبة 16% مع تقديم حوالي 3,400 طلب كأعلى مستوى خلال السنوات العشر الأخيرة. ومن المتوقع إفلاس نحو 6,000 حالة خلال العام الجاري. زادت صادرات النمسا بنسبة 3.9% إلى 167 مليار يورو، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.8% بحدود 170 مليار يورو خلال العام الماضي. وأدى ذلك إلى تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.33 مليار يورو مقارنة ب 17.10 مليار يورو في الفترة نفسها من العام السابق. وسجلت النمسا فائضا في أكتوبر بلغ 1.14 مليار يورو، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.4% وانخفضت الواردات بنسبة 13.1%، ويعزى النقص الحاد في الواردات جزئيا لانخفاض واردات الطاقة خصوصا في الغاز. دفعت حملة المهمة 11 سكان النمسا لتقليص استهلاك الطاقة بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز العامين الأخيرين. وأدت استجابتهم إلى تراجع في استهلاك الكهرباء والغاز على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والإعانات الحكومية، حيث تضمنت الاستراتيجية تعديل درجة حرارة أجهزة التدفئة وإيقاف الأجهزة غير الضرورية، وبالتالي انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 1.5% في 2022 و8% في 2023، والغاز بنسبة 8% و19% على التوالي. سجلت فيينا أبرد يوم منذ فبراير 2021 ما أدى إلى استهلاك قياسي في التدفئة بلغت 2000 ميجاوات، حيث وصلت الحرارة إلى سالب 9 صباح الثلاثاء. وتضاعفت كمية التدفئة المطلوبة في المدينة بسبب البرد وعودة الحياة بعد عطل بداية العام، وتمتد الشبكة الحرارية في المدينة ل 1300 كيلو متر تخدم 460 ألف منزل و 8,000 متعامل تجاري، مع استعداد كبير لتأمين الحرارة حتى في درجات حرارة أقل من الصفر باستخدام مصادر صديقة للبيئة مثل الحرارة الدفيئة وحرق النفايات الصديق للبيئة. برأت محكمة فيينا رجلا بعمر 48 عاما من تهمة المشاركة في محاولة قتل بعد حكم سابق بالسجن لأحد عشر عاما في فبراير 2022، وتبين أن الحكم السابق كان غير صحيح، ما أدى لبراءة الرجل وإعادة تقييم القضية. وأبدت أسرة الرجل السعادة والبهجة عند إعلان البراءة، حيث أمرت المحكمة بإطلاق سراحه بعد 18 شهرا من السجن التحفظي، وبعد ظهور دلائل جديدة تشير إلى تضليله في مؤامرة أحيكت ضده، حيث اعترف الجاني المباشر بدوره في جر الرجل إلى القضية.
غرمت محكمة في فيلدكيرش في فورالبيرغ قنصلا فخريا سابقا ب10,500 يورو بسبب تزوير تأكيدات إقامة وفرض رسوم خدمة لاستخدامها في طلبات تأشيرات لتايلاند. وأدلى الجاني بشهادته معربا عن رغبته في مساعدة الناس، لكن هذا أثر سلبا على بعض الأشخاص، حيث منع شخص من دخول البلاد بشكل نهائي رغم امتلاكه منزلا فيها. وقام المتهم بتزوير إقامات في 21 حالة خارج السفارة التايلاندية في فيينا، ما أدى لإدراج أسمائهم في القائمة السوداء، والحكم غير نهائي. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل متابعينا حملوا تطبيق إنفوجراد على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا أدهم حسين، وإلى اللقاء.